يعرف بيوم المترددين، إنه آخر يوم لتقديم الإماراتيين ممن يرون في أنفسهم القدرة على تمثيل مواطنيهم داخل قبة المجلس الوطني الاتحادي. تباينت نسبة الإقبال من إمارة إلى أخرى، لا مبرر لذلك حسب أعضاء اللجان الانتخابية غير المترشحين أنفسهم، رغم أن عدداً لا بأس به من المترشحين عزوا ترددهم إلى خوفهم من نظام الصوت الواحد. نعتبر يعني هاي تعتبر انتكاسه للمرشح نفسه. احنا ليش احنا نرجع نفس النظام اللي كان قبل على اربع او ممكن زياده؟ لان احنا نعطي فرصه ايضا للمرشح ان يكون الصوت يكون الاصوات تكون اكثر. لكن هذا النظام الذي سيتخذ القرار باعتماده او لا في الدورات المقبله تطور يتماشى حسب البعض مع تغير الوعي الانتخابي للمواطن الاماراتي، فرصة لتجنب التكتلات والمجاملات التي كانت ترافق نظام التصويت القديم. هذا النظام ممكن يشجع ناس على خوض هذه التجربة، أنا وجهة نظري، لأن بيعودهن المرشح يعتمد على القاعدة الاجتماعية وعلاقاته ومعارفه ومدى قدرته على إقناع الناخب، وبيقلل من عملية التكتلات وال يعني التفاهمات بين الأعضاء، أن مثلا أنا ضامن 100 صوت، طيب وأنا عندي 100 صوت، طيب إذا أنت خلي 100 اللي عندك ينتخبوك ينتخبوني وأنا 100 اللي عندي أيضا، فهذه طبعا الشيء ما عاد السنة متاح. صحيح أن نسبة الإقبال قد تتأثر بمثل هذا النظام الحديث العهد كما يقول البعض، لكن النوعية هي الرهان الحقيقي لهذه الدورة. أغلب المترشحين الذين قدموا ملفاتهم إلى اللجان الوطنية للانتخابات في مختلف الإمارات يتمتعون بخبرات وكفاءات في مجالاتهم تسمح لهم بنقلها إلى تشريعات تهم المواطن الإماراتي، لكن ذلك غير كاف، فإلمام المترشح باختصاصات المجلس الوطني الاتحادي وطريقة عمله يجعل طريقه إلى هذه المؤسسة التشريعية أقصر. ولعل اللافتة في هذه الدورة إقبال العنصر النسائي على مختلف لجان التسجيل، إذ أن أول مترشح لانتخابات المجلس الوطني كانت امرأة عن إمارة الشارقة، وحتى آخر يوم لم تخلو قاعات التسجيل من النساء اللواتي رأين في أنفسهن شريكاً ونداً للرجل في متابعة شؤون المواطنين. بدأ العد العكسي لعشرات المواطنين الذين قدموا ترشيحاتهم للمجلس الوطني الاتحادي، وقبل أن تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات عن اللائحة النهائية للمرشحين بدأ البعض منهم بالتحضير لحملاتهم وبرامجهم الانتخابية لإقناع الناخب الإماراتي، خاصة وأن دخول المجلس الوطني الاتحادي أصبح أصعب هذه الدورة حسب ما يقول البعض بعد اعتماد نظام التصويت لشخص واحد. أمينة سريري، سكاي نيوز عربية، الشارقة.